السلام عليكم الحجات، اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الطريقه ديالي ديال اللحم مع الحمص. كنتمنى تعجبكم، كنتمنى ايضا انكم ديروها، وشكرا لجميع المشتركين عندي في القناه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندنا اللحم، يعني على حسب شحال بغيتي، كيلو نص كيلو على حسب. المهم هنايا عندنا اللحم، وعندنا بصله كبيره يعني مقطعه طرف بحال هذا الشكل، وهنايا عندنا الحمص اللي هو هذا. انا غنستعمل هذا ديال يعني ديال الحك، وانتم اللي عنده ديال العادي يستعملوا راه بحال. هادو هما الاساسيات، ودابا غادي نمشيو. اول حاجه غادي نبداوها اننا غادي نقليو هاد اللحم هادي، ومن بعد غادي نديرو التوابل. الى مش حما يعني اللحم كنعملو شويه ديال الدهن، شويه ديال الزيت. صافي، دابا غادي نبدا نحط اللحم. دابا غادي نديرو التوابل. اول حاجه كنبداو بها هي اللحم، عفوا الملح. كنديرو الملحه، شويه ديال الابزار، كتبقى عنايا شويه، شد الخرقوم البلدي، سكنجبير واحد شويه حتى هو، شويه ديال القرفه، و بابريكا حمراء او تحميره، صافي. دابا غادي نبدا نقلي في هذا اللحم، نزيد ليها شويه ديال العافيه، نبدا نحرك فيها. المهم غنبدا انا نحرك هنايا حتى يعني هاد اللحم كامل هتشرب ليا هاد التوابل هادو كلهم. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا حركتها مزيان. دابا غادي ندير هذيك البصله كبيره مشلضه مقطعه على هاد الطرف صغار. كما كتشوفوا من بعد ما يعني تقلت واحد شويه، زدت ليها غندير لها واحد شويه ديال الماء طايب او ماء بارد على بحال، كنحط لنا يكون ما سخون. ودابا غادي نزيد واحد نسيت ما درت في الاول، معلقه صغيره ديال السكر خشن او سكر طبيبات، هذا القياس هذا، يعني معلقه ديك الصغيره ماشي المتوسطه. صافي غنبدا نحرك ونخليه واحد شويه حتى يدير واحد شويه. دابا غادي نحلو على المشرة ديالنا. كما كتشوفوا معايا هنايا، بغيت نقول لكم واحد الملاحظه، ان هذا الحمص هذا ديال يعني الحك ضروري نغسلوه شي تقريبا 3 المرات، نغسلوه مزيان. صافي دابا غادي نرويو هاد المشرة هذه بالماء. انا حركتها، دابا غادي ندير الماء، غنزيد واحد شويه، غنزيد واحد شويه تقريبا يكون حتى لهنا. في هاد الاثناء هادو فاش كيطبخ لينا، غادي نزيد هنايا كما كتشوفوا معايا هنايا صلصه الطماطم. وانايا هنايا كثرتها على حسب، انا الزوج ديالي كتعجبو بزاف، وانتوما اللي بغى يدير غير معلقه تقريبا كبيره وجوج معالق كبار، يدير معاهم واحد يعني مطيشه او طماطم عاديه يقشرها ويحطها يحكها عفوا ويديرها معاهم. دابا انا نعم دابا انا غنزيد الماء لهاد مطي هاد صلصه الطماطم. وكيف ما كتشوفوا معايا انا بعد ما درت ليها يعني طماطه صوصه او صلصه طماطم، عطى لينا هذا الشكل هذا، وكنتمنى يعجبكم. وما تنساوش لايك.